النهارده معانا باف سناكس كونكورد، لقينا منه 3 اطعمه قلنا نجربهم مع بعض ونشوف نظامهم ايه. شكلي هتفرقع من كل الاكل اللي احنا بنجربه. الكونكورد ده المفروض انه خالي مواد الحافظه، وزن الكيس 35 جرام تقريبا، وسعره 5 جنيه. مش عارف ليه في صوره كلب. ما اعرفش بقى، يمكن كلاب بس اللي بياكلوه. هنشوف. كلب لابس نضاره وتيشيرت اخضر. اول طعم معانا هو الجبنه، المفروض انه فينجرز صوابع. طبعا تمام، حاطين عصفور. بسم الله. مش عارف ليه كل واحد بشكل كل واحد بشكل، الشكل العادي بتاع البافس، الشكل الصغنون. هش جدا. الجبنه العاديه طعم الجبنه ضعيف. تمام، لكن هش جدا ونضيف بس ضعيف الطعم. تمام، تاني طعم معانا الجمبري. الجمبري، جمبري البحر كونكورد، جمبري رينجز. ده المفروض ان هو حلقات زي بتاع صاني. نشوف. بسم الله. اتفضل. حلقات ايه؟ وريهم ايه حلقات اهو. تمام، زي رينج اللي بيلبسوه البنات. طعمه حلو، في بهارات كده قريبه شويه من الجمبري، قريبة شوية. في سنة حرقان. حرقان؟ بسيطة جدا، لا تذكر يعني. جميل، بس برضو نفس التعليق ان الطعم ضعيف شوية. بس اخر حاجة معانا بقى يويو، ايه بقى؟ المكوني. كونكورد بالسجق. ده المفروض ان هو ستارز، نجوم. بتاع النينجا. بتاع النينجا؟ يعني ايه بتاع النينجا؟ السلاح بتاع النينجا. لا والله. بص عامل ازاي بقى، وريهم بقى سلاح النينجا. وريهم سلاح النينجا يا عم. بسم الله. انا بحسه ولا طعم. حلو، طعمه ضعيف، طعمه حلو بس ما اقدرش اقول عايز جوه. انا حاسس ولا اي طعم. لا في طعم بس خفيف شويه، بس مش سجق. تمام والله، يعني بف لطيف، هو طعمه مش مركز لكن حلو، نضيف كده، خفيف جدا، هش مش تقيل. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده مع باف سناكس كونكورد، ونشوفكم في تقييم تاني. باي 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 باي.